صحتك، ولأنه صحتك بتهمنا رح نقدم لكم قضايا ومواضيع صحية لنوصلكم لإجابات شافية بمفاهيم طبية صحيحة. يسعد مساكم مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة الفجر الجديد وإذاعة فجر FM 90.4 في حلقة صحية متجددة. أنا معكم هبة مصطفى من برنامج صحتك بالدنيا، هالبرنامج الصحي اللي بتناول كل خميس حلقة جديدة طبية صحية لحتى نجيب على كل استفساراتكم وعلى كل تساؤلاتكم، وكمان بنطرح مواضيع ممكن يكون في عنا خلط ما في بينها أو في عنا مفاهيم خاطئة صحية أو طبية. اليوم حديثنا حول الموضوع كتير مهم، ممكن يكون بخص فئة معينة من المجتمع، لكن هو ما بنقدر يعني نحصره في فئة عمرية أو سواء كجنس ذكر أو أنثى، لكن رح نشوف إنه المعظم بيعاني منه وفي هناك كتير تساؤلات واستفسارات حول هذا الموضوع. رح نتحدث عن خشونة المفاصل، ما هي وما هي أسبابها، ما هي أعراضها، رح نشوف العلاج اللي صار في صراحة المريض أو المواطن عنده حيرة في هذا الموضوع في موضوع العلاج من هذا المرض، وأيضا رح نتطرق في نهاية الحلقة إلى نصائح حول آلام الظهر وحول آلام الرقبة. كل هاي المواضيع المهمة وكل هاي التساؤلات رح نتعرف عليها ورح نشوف أهميتها مع ضيفنا في الاستوديو القادم من الأردن الشقيق ومقيم في عمان لكن هو فلسطيني الأصل، الاستشاري في جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري وهو اختصاص في تبديل المفاصل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة العظام وأيضا عضو في الجمعية السويسرية لجراحة العظام الدكتور فادي داود. يسعد مساك دكتور. مساء الورد، أهلا وسهلا. يعني الحمد لله على السلامة وأهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسعد عمرك. الله يسعدك دكتور. يعني بداية حابين نوضح للمشاهدين والمستمعين حول خشونة المفاصل، يمكن هم بيعتبروه وجع في المفصل لكن ما بيعرفوا أنه هو كمصطلح هو اسمه خشونة المفاصل، لو حبينا نوضح لهم إيش ممكن نوضح لهم؟ نعم سيدنا، هسه بالنسبة لخشونة المفاصل هو مصطلح عام يطلق على أو تصف الحالة التي تبدو عليها المفاصل الناعمة في الحالة الطبيعية. نعم. أنه صار فيها تخشن. نعم. فلكن التسمية العلمية إلها اللي هي داء المفاصل التنكسي، داء المفاصل التآكلي أو الفصال العظامي. هذا مصطلح اللي هو خشونة المفاصل. لكن شو هو المفصل نيجي نحكي عليه؟ نعم. المفصل هو بتكون بشكل أساسي من نهايات عظمية وغضروف. الغضروف هذا مادة مرنة تغطي هذه النهايات العظمية بتسبب سهولة الحركة وتمنع التصاق العظام أو اللي هو احتكاكها مع بعض. نعم. فلأسباب معينة بصير عندنا هذه المادة تتآكل. نعم. فبتأدي إلى اقتراب العظام من بعضها واحتكاكها وتكوين زوائد عظمية، وبالتالي ممكن يؤدي إلى تآكل المفصل. نعم. نعم، يعني هيك ممكن وضحت الصورة لدى المشاهدين والمستمعين عن هاي الحالة. نعم، المرضية كلها خشونة المفاصل. نعم. التآكل، الاحتكاك اللي هو المصطلحات هاي هي نفس المصطلح. نعم، لكن دكتور ممكن يعني أكيد في هناك تساؤل إنه إيش الأسباب اللي ممكن توصل المريض لهاي الحالة أو لهاي النوع من هذا المرض؟ نعم، بالنسبة لأسباب خشونة المفاصل في عنا أسباب كثيرة، منها أولاً وأهم سبب اللي هو العمر والتقدم في السن. الشغلة الثانية اللي هو طبيعة الحياة، طبيعة الحياة الخاملة. نعم. والجديدة احنا بنحكيها. فهذول من الأسباب. الشغلة الثانية الإصابات، ممكن أمراض معينة. نعم. أمراض وراثية، هاي كلها تؤدي إلى مشاكل المفاصل اللي هو خشونة المفاصل والاحتكاك. نعم، بس يعني صار فينا فضول إنه نعرف إيش ممكن من الحالات اللي بتصلك دكتور، إيش ممكن كان أبرز الأسباب اللي يعني أو أكثرها انتشارا؟ أكثرها اللي هو التقدم في العمر. التقدم في العمر اللي هو بنقص عنا اللي هو المادة الزلالية الموجودة في المفصل، هي المادة السائل أو اللي بسموها الناس اللي هو مادة الزيت اللي في المفصل، اللي هو المسؤول عن التشحيم، زي تشحيم المفصل، منع وصول العظم لبعض
وبالتالي تسهيل الحركة. فهذا مع تقدم العمر بتصير المادة تنشف شوي شوي يعني. يعني ممكن نحكي إنه هي باعتبار مادة مرطبة بالضبط. هي لها أكثر من وظيفة، منها اللي هو أي نعم ترطيب تشحيم، فائدتها دخول المواد النافعة، منع المواد الضارة منه تدخل للعظم. الشغلة الثانية بتعمل طبقة حماية للنهايات العصبية المسؤولة عن الألم. برضو بتعمل طبقة عازلة أو تفصل بين العظم عن بعض. نعم دكتور، هاي المادة هل ممكن يعني يكون في علاقة بنوعية الغذاء ممكن تساعد في، أو في يعني هل في رابط بين الموضوع ولا لا، إنه هي خلص مادة من ربنا يعني ما إلها علاقة ممكن تكون في نوعية الغذاء؟ هو نوعية الغذاء أكيد بتفيد بشكل عام الجسم كامل، أما لهاي المادة تحديدا هاي إحنا بنحكيها ضريبة العمر اللي هو بتنقص المادة. نعم طيب دكتور، إذا ما حكينا عن أعراض هاي المرض، إحنا ممكن نشوف إنه في صعوبة بالمشي، ممكن نشوف يعني ممكن نلاحظ بعض الأمور على بعض الأشخاص، لكن إيش ممكن أبرز الأعراض اللي فعليا ممكن تواجه الشخص المريض في خشونة المفاصل؟ نعم، بيجي عنا المريض أول شيء بشكي من ألم شديد في المفصل. الشغلة الثانية ممكن اللي هو نشوف تورم، احمرار. الشغل كمان الأساسية اللي براجع كمان محدودية الحركة. بطل لا يقدر يمشي، إذا قاعد ما بيقدر يقوم، هاي المشاكل أبرزها. فعشان هيك بلجأ للطبيب بعد استنفاذ كافة الأمور الطبيعية. ممكن هاي تكون مشكلة كبيرة إنه بعد ما الواحد يصبر على حاله، إحنا بنحكيها بالعامية. التأخير كثير بالضبط بتؤدي إلى زيادة الحالة. ممكن زيادة الحالة وبصير هون يعني صعوبة العلاج، أو ممكن ياخد وقت أكثر. بأخذ وقت أكثر. نعم صحيح. نعم طيب دكتور، يعني تفضلت إنه هاي الأسباب كلها ممكن تخلي الفئة اللي تحديدا رح تصاب بهاي المرض هي الفئة العمرية الكبيرة، يعني خلينا نحكي خمسينات أو ممكن فما أكثر من ذلك. نعم. أكثر من ذلك، فبالتالي ممكن في ناس يحكوا لك إنه خلص أنا بطلت قادر أمشي، معناته أنا ممكن خلص يعني طول العمر أنا مش رح أتمكن مني إني أمشي أو أمارس حياتي بشكل عام، أو ممكن لأنهم اعتمدوا على المسكنات نوعا ما. صحيح. فبفكروا إنه هو المسكن خلص يعني لمدة ساعتين بعدين أرد أرجع أخذ مسكن، وبالتالي هون بصير إشكالية عند المريض ما بين إنه هو بفكر ما في أمل للشفاء. صحيح. والعلاج، وما بين إنه خلص بدي أعتمد على المسكن طول حياتي. نعم. هون إيش إحنا ممكن نحكي للناس المصابين بهذا المرض أو اللي بيعانوا من هاي المشكلة من ناحية العلاج، يعني حتى نوضح لهم أكثر إيش هو أسلوب العلاج في هاي الحالات المرضية؟ نعم، هو هدفنا إحنا كأطباء اللي هو تخفيف الأعراض وممارسة، يرجع الإنسان يمارس حياته الطبيعية أو شبه الطبيعية، على الأقل تخفيف الألم يعني بشكل عام. فعنا إحنا طرق علاجية كثير لهاي المشاكل. منها اللي هو أول شيء أهم شيء اللي هو الطرق التحفظية. الطرق التحفظية اللي هو بممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعي. هو هدفنا إحنا مش تقوية العضلات بشكل عام، العضلات كمان مع العظم هي بتقوم في وظيفة الحركة. فعندنا ضعف صار في العضلات حيؤدي إلى صعوبة في الحركة. فهذا الجانب المهم عندنا اللي هو كعلاج تحفظي. نعم، يعني شو ما أخذ المريض علاجات أو أدوية أو أي إشي، في عندنا صعوبة أو ضعف أو ضمور في العضلات، حيظل عندنا صعوبة في الحركة. فإحنا الهدف الأول والأساسي اللي هو تقوية العضلات. خاصة مثلا نيجي نحكي على مفصل الركبة، أهم إشي عندنا العضلات الرباعية اللي هو عضلة الفخذ. فبدنا نقويها على أساس تحاول تبعد المفصل عن بعض. فبتحسن سواء الألم، بتحسن الوظيفة. الشغلة الثانية الوزن. الوزن إحنا بنحكي دائما في عنا لما يجوا المرضى عنا بنحكي لهم خفف الوزن، يمكن يزعلوا الناس منا، لكن الوزن هذا حمل زائد على العمود الفقري خاصة وعلى الركب. فطبيعة الحياة أو الستايل تبع الحياة لازم اللي هو يتنظم على أساس نخفف
من أعراض أو مشاكل المفاصل بشكل أو نتعب العضلات وبالتالي نضطر إنه نحتاج لتقويتها في المستقبل. 100% هذا أول شيء. نعم. الشغل الثاني اللي بنلجأ له إحنا اللي هو الطرق الدوائية. الطرق الدوائية منها مسكنات الألم، مضادات الالتهاب للمفصل، والإبر. الإبر اللي هو سواء إبرة الكورتيزون أو الكولاجين إذا أو اللي هو الإبر الزيتية. نعم. نعم. وهون دكتور يعني ممكن يكون في أنواع أخرى للعلاج، لكن هون بدي أتوقف شوي. نعم. لأنه هون الاستفسارات والتساؤلات دائما حول الإبر وحول المسكنات، يعني هل هاي الإبر اللي أنا باخدها هي مسكنة وبعد فترة رح يرجع لي الوجع، أم هاي الإبرة ممكن تنتج لي المادة اللي إحنا حكينا عنها كتير مهمة بين اللي بتكون موجودة في المفصل، فبالتالي أنا ممكن أتخطى مرحلة كويسة في العلاج. فهون حابين نوضح للمشاهدين هاي الفكرة. أوكي. هسه بالنسبة لأنواع الإبر اللي بنعطيها في المفصل، في عنا أكثر من نوع. أول شيء اللي هو إبر الاستيرويد اللي هو الكورتيزون. نعم. هسه الكورتيزون هو مش مسكن ألم بحد ذاته، هو مضاد لالتهاب المفصل. هسه نتيجة الاحتكاك اللي بصير عنا في المفصل بصير عنا بنتج مواد أو بروتينات ضارة بعملنا نوع من تهيج أو التهاب المفصل، فإبرة الكورتيزون هي علاج لالتهاب المفصل. فبخف التورم، الإحمرار، الوجع. نعم. وفي ناس كثير بيسألوا هل هي مضرة إبرة الكورتيزون ولا إنه بتفيدني، في تساؤلات بحكي لك بصير هشاشة عظام، في ناس بيحكوا لنا حتعود عليها من الناس اللي بيحكوها، هل حتعمل لي أعراض جانبية أعراض الكورتيزون اللي هو الانتفاخ، التورم، المشاكل الكاملة تبعت الكورتيزون. فإحنا بنحكي لهم لا، بالنسبة لهاي إبرة الكورتيزون إذا انعطت في داخل المفصل فهي إبرة مضاد للالتهاب، ما إلها تعتبر موضعية. نعم. ما بتطلع عن طريق اللي هو الأوردة والشرايين انه توصل للجسم كاملة، بعكس الإبر اللي هو الكورتيزون اللي بتتاخذ تحت الجلد في العضل او عن طريق الفم. اللي يعني وبالتالي هون طريقة إعطاء إبرة الكورتيزون هي اللي ممكن تخلي في تأثيرات جانبية أو تخلي في أسباب أو فائدة. نعم. نعم. صحيح. إذا انعطت الكورتيزون بشكل صحيح في المكان الصحيح في المفصل فهي بالعكس مفيدة كعلاج لالتهاب المفصل، فإذا خف التهاب المفصل بخف الألم. طبعا. فبعطي النتيجة خلال 48 ساعة بتكون أمور المريض أحسن. بالنسبة لإبرة الكورتيزون هل هي حتعوض السائل الموجود في المفصل أو إنه تصلح وضع المفصل؟ لا. أو هون السؤال اللي كنت أطرحه إنه الكورتيزون إذن رح يكون محدود في حالات معينة، حالات التهاب، ألم وما إلى ذلك. فوين إحنا بننتقل لإعطاء إبر الإبر الأخرى؟ الإبر الأخرى هسه في عنا إبر اللي هو الكولاجين أو إبر ثاني اسمها الهيالورينيك أسيد. هاي اللي هو مصطلح بيحكوا الإبر الزيتية. نعم. الإبر الزيتية هي عبارة عن مادة مصنعة من نفس مادة السائل في المفصل اللي هو الهيالورينيك أسيد. هاي المادة مسؤولة عن مرونة الجسم والحركة، مسؤولة عن دخول المواد النافعة للمفصل ومنع المواد الضارة هاي. فهاي بنعطيها بنحقنها في نفس الشيء في المفصل، إلها تأثيرات ما يعني نافعة كثير، بتحسن الحركة، بتعطي لزوجة، تشحيم، فبتحسن وضع المريض عليها أفضل كعلاج، أفضل من الكورتيزون. نعم. طب دكتور هل هذا ممكن يكون لها يعني كتأثير إيجابي؟ هلا إحنا أخذناها ونفعتنا، هل محصورة في فترة معينة حتى لو نحكي تقريبية إنه ممكن أضطر بعد فترة أرد أخذ هاي الإبرة؟ نعم. هسه بيعتمد هذا الموضوع على وضع المفصل. عشان هيك لما نحكي لما تشوف الوضع عندك وجع المفاصل الألم هاي راجع. أما تكون كبداية بتعطي نتائج أحسن وأفضلية أكثر من النتائج المتأخرة أو الحالات المتأخرة اللي هو الاحتكاك صار بالنهايات يعني.
لأنه عندنا تقسيم احتكاك الركبة أو اللي هو خشونة المفاصل بشكل عام بتقسم لدرجات. في عندنا 5 درجات، فيجي عندنا مريض درجة أولى ثانية كنتائج وأفضلية في العلاج أفضل من الدرجة الرابعة والخامسة. نعم. وبتعمل هاي كمان حتى الإبر اللي هو طبقة عازلة للنهايات العصبية الموجودة في المفصل، فبخف الألم، بتتحسن الحركة، بيعمل كجزء من ترميم المفصل، فممكن تستمر طبعا، وبيعتمد حسب الشركات المصنعة. يعني بتختلف الموضوع بالضبط من شركة لشركة، من نوعية في إشي اسمه كروس لينك نان كروس لينك، تأثير بدائي ولا تأثير متأخر بالنسبة لهاي الإبر، كلها بتختلف من وهان ممكن المستمع أو المشاهد اللي عم بتابعنا لما يشوف كل هاي التأثيرات الإيجابية، خاصة إذا كان هو بيعاني كمان من هاي المشكلة، يسأل سؤال إنه يعني هل مجرد ما أخذ الإبرة أنا فورا بقدر أتحرك وبقدر أمشي، ولا إنه بدي كمان مثلا يوم يومين، بدي أسبوع، ولا كيف الآلية؟ طبعا كل شيء بإذن الله، لكن الغالبية أو نحكي أكثر من 90% بلاحظوا التأثير مباشرة خلال 48 ساعة. وفي حكيت لك حسب اللي هو بتختلف الإبر كمان على تركيز المادة في الإبرة في السائل نفسه، فبتعطي نتائج مباشرة وبتستمر حسب نوعية الإبرة، حسب تركيز الإبرة، حسب وضع المفصل عندنا. نعم. طيب دكتور، إذا احنا هيك تناولنا نوعين من أنواع العلاج، هل في أنواع أخرى ولا كيف؟ احنا بالنسبة لنا صار عندنا أو دخلت جديد الإبر البلازما. هاي إبر البلازما اللي هو بنسحبها من دم من نفس دم المريض، وبنعمل له تحليل، وبناخذ الصفائح الدموية الموجودة، وبنحقنها في نفس المفصل. هاي بتعمل على تجديد الخلايا، تفرز مواد بسموها growth factor، عوامل النمو، تعمل على ترميم الغضاريف، الأنسجة، الأربطة، وإلها استخدامات كثير. حتى بيستخدموها هاي الإبر في التجميليا للبشرة، بنستخدمها لالتهابات الأوتار، لالتهابات المفاصل، للخشونة، تأثيراتها ممتازة، ما في إلها أي أعراض جانبية. نعم. لكن الدكتور هو اللي بيحدد بناء على الحالة المرضية أي نوع من العلاج يتعمل على الحالة. نعم. من حال لحال. نعم. طيب هيك أنا يعني بدي أحكي شوي إنه هذا مسؤولية الطبيب كلياته، يدرس الفحوصات والتحاليل وكل هاي الصور، لأنه دائما المريض بيكون معاه ما شاء الله ملفات الله يشافيهم ويعافيهم طبعا. فهون يعني إحنا تناولنا مسؤولية المريض، مسؤولية الدكتور عفوا، هل هناك في مسؤولية بتقع على المريض من ناحية إنه يساعد الطبيب في إنه فعلا تتحسن حالته، ولا إنه خلص أنا بروح الطبيب أخذت هذا العلاج وأي شيء ممكن يصير معي ألوم الطبيب؟ هون في نقطة مهمة بتهيالي. هسه بالنسبة للأطباء أين عم تقع عليهم على عاتقهم المسؤولية، مسؤولية كبيرة يعني. طبعا. بس بيجينا المريض بيحكي أنا رحت عند دكتور أعطاني كذا، رحت عند دكتور ثاني أعطاني كذا. الطب عندنا مدارس، كل واحد إله مدرسة، ما بنحكي إنه والله خطأ شغل الدكتور هذا ولا خطأ شغل الدكتور، لا، هي بتعتمد على المدرسة اللي تعلم منها الطبيب يعني. نعم. الشغلة الثانية، لو أعطينا العلاج في حالة عدم التقيد المريض بالتعليمات المفروض عليها، أكيد مش هيعطي النتائج. فرضا يعني مثل حكينا بالنسبة لخشونة واحتكاك الركبة، بنحاول إنه نخفف من شغلات طلوع الدرج، نزول الدرج، ثاني الركبة بشكل كبير، تلاقي المريض بيعمل العكس يعني. بنمشي على علاجات أدوية مثلا لازم نمشي عليها فترة معينة، ما في التزام من المريض يعني، فهذا كله مش حيعطينا النتائج اللي متوقعة يعني. نعم. عدا إنه لما نطلب منه نحاول نغير نمط حياته، اللي هو نحكي له مشي، امشي، رياضة مارسها بشكل طبعا تحت إشراف طبي، شو اللي الرياضة اللي يسويها، هذا كله وما التزم فيها النتائج حتكون محصورة. نعم. ممكن يعني لا سمح الله انه يعني بدنا نحكيها يسيء في حالته اذا أكيد. اذا ما تبع هاي التعليمات. بالعكس. نعم.
نعم، فيما يخص موضوع الرياضة والتمارين الرياضية، أكيد كل حالة بتحتاج لنوع رياضة معين دكتور. نعم، وحسب العمر كمان بيختلف من عمر لعمر. نعم، وبالتالي أنه هناك ضرورة ممارسة تمارين الرياضة وممارسة هاي الأنشطة الرياضية المهمة بإشراف طبي، يعني طبي دكتور. أو العلاج الطبيعي بشكل عام. وطيب بما أنه طرقت لموضوع العلاج الطبيعي دكتور، العلاج الطبيعي في صار يعني ممكن يكون في أكثر من آلية للعلاج الطبيعي، فممكن تعطينا شوي نبذة عن هذا الموضوع؟ هسا فقرة العلاج الطبيعي، هسا مش كل واحد إجا بيحكي أنا بعالج طبيعي فهو معالج طبيعي طبعا. يعني اللي هو العلاج الفيزيائي بشكل عام. في بنسمع هذا مثلا في البيت بعمل حركات معينة للمريض، هاي ما عنده شهادة، بالعكس هذا ممكن يضر المريض مش إنه يفيده. بالنسبة للعلاج الطبيعي هم اختصاص يدرس في الجامعات، وبيطبقوا اللي هو التمارين الممارسات التوعية للمريض حسب بين حالة والثاني. يعني شو عندهم باستخدام الأجهزة، باستخدام التمارين، باستخدام ممكن يستخدموا إبر صينية، ممكن يستخدموا كأجهزة اللي هو ألتراساوند، جهاز بسموه موجات تصادمية. كل هاي حسب الحالة شو اللي بفيد المريض وشو المشكلة اللي عندنا. لكن هو أساس في العلاج. أساس يعني مكمل، يعني إحنا بالنسبة لنا كطب العظام المكمل إلنا اللي هو العلاج الطبيعي. نعم، لكن أيضا ضمن متابعة ما بين ممكن أكيد. كمان أخصائي العلاج والطبيب مع نفسه. مع الطبيب نعم. هذا يعني علاقة تعاونية تكاملية. بالضبط نعم. نعم. طيب دكتور، نسمع أحيانا إنه في حالات بحاجة لتبديل المفصل، أو في حالات إنه هي ممكن عملت المفصل لكن كمان بعد 10 سنين احتاجت لتبديل المفصل. إمتى إحنا بنلجأ لتبديل المفصل؟ هسا دائما عندنا الحل الجراحي هو الحل النهائي وآخر. إشي ممكن نسوي بالضبط. نخلص كل الخيارات المتاحة عندنا اللي هو زي ما حكينا العلاج التحفظي الدوائي العلاج التجديدي، بنلجأ للطرق الجراحية. الطرق الجراحية هسا مش أول شيء ممكن نلجأ له تبديل المفصل بالنسبة لخشونة المفصل. بنلجأ مرات اللي هو التنظير. التنظير عملية بالمنظار بتتم، بنعمل على تنظيف المفصل من البروزات العظمية، من التنكسات الموجودة في المفصل. بنعمل على تنخير العظم لإفراز السائل، يعمل طبقة عازلة للمفصل ممكن يتحسن عليها وما يحتاج عملية تبديل المفصل. لكن متى انه نلجأ لها؟ اذا استنفذنا كل الخيارات المتاحه إلنا. نعم، بس عفوا دكتور، قبل ما ننتقل لعمليه تبديل المفصل، العملية التنظير اللي تفضلت فيها، هل هذه بيكون المريض تحت بنج كامل ولا بنج موضعي؟ هي يعني احنا بنعملها بطريقتين، البنج الموضعي والبنج الكامل. لكن كراحه للمريض لا، بنج عام يعني عشان ما يحسش باي شيء، يعني استرس قلق. وبعدين في عندنا تحريك القدم ممكن انه يألمه شوي، بس هو كوجع العمليه لا، بالبنج الموضعي ما في لا اي شعور في الالم. نعم، اما في حاله عمليه اللي هو الخيار الاخير، اللي هو بنلجأ له اللي هو عمليه تبديل المفصل، اللي هو بنغير المفصل الطبيعي لمفصل صناعي. وبرضو هاي بتعتمد نجاح العملية برضو على التزام المريض في التعليمات ما بعد العملية. نوعية المفصل، شو نوعية المفصل اللي نحط، وشو التعليمات والإجراءات اللي لازم يسويها المريض بعد العملية. لكن هو الخيار الأخير اللي قلنا بيزول الألم كله. لأن أنا باعتبار يعني أزلت كل المسبب وكل المشكلة وحطيت بديل صحيح. آخر صحيح نعم 100%. هسا كم مدة اللي ممكن يخدمني المفصل؟ هذا السؤال اللي دائما مطروح. يعني مدة اللي هو المفصل بيعتمد زي ما حكينا على نوعية المفصل، شغلة ثانية على طبيعة جسم المريض، هل في عندنا هشاشة عظام، هاي قلل المدة الموجودة عندنا. الشغلة الثانية استهلاك المفصل، استهلاك المفصل.
واحد صغير استهلاكه للمفصل حيكون أكبر من واحد عمره 60 سنة طبعا، فما فوق يعني. فعشان هيك بنلجأ لتبديل المفصل في الأعمار الكبيرة اللي هو فوق 60 سنة على أساس يخدم مع المفصل أكبر مدة زمنية ممكن. كم استخدام المفصل ممكن له 10 سنوات 15 سنة ممكن أنواع ل 20 سنة. نعم. طيب دكتور، يعني في سؤال كمان في بالي، إنه إحنا عمالنا بنحكي ممكن الواحد يتهيأله إنه كل هذا الحكي فقط رح يكون لكبار السن أو فقط للناس اللي اشتغلوا بحياتهم أعمال شاقة وأعمال متعبة دون الانتباه لصحتهم وبالتالي وصلوا لهاي الحالات المرضية، لكن هل ممكن يكون في حالات مثل هاي الحالات لكن ضمن فئة الشباب؟ نعم صحيح، ممكن كثير بيجينا اللي هو نتيجة أمراض معينة مثل أمراض الروماتيزم، نعم، مرض النقرس، ممكن هذا مسبب يعملنا تلف في المفصل. الشغلة الثانية الإصابات بشكل عام، الكسور حوالين المفصل أو في المفصل نفسه بعملنا مشكلة اللي هو الاحتكاك، الإصابات اللي هو تمزقات الغضروف، تمزق الرباط المصلب عند اللاعبين بشكل عام. هذا كلها فئة عمرية ممكن شبابية بالضبط تشملها. نعم نعم، ممكن تشملها هاي الحالات، فانتبهوا يا شباب ويا صبايا، يعني الموضوع كمان ممكن لا سمح الله انكم تتعرضوا له في حال انكم ما انتبهتوا على صحتكم بشكل ممتاز. دكتور، يعني من كل هاي الحديث اللي احنا تفضلنا فيه واللي تناقشنا فيه، بالتالي احنا بنحكي عن توعية، بنحكي عن امور لازم الشخص ينتبه لها، كم بتشوف كمجال عملك كطبيب انه بحاجة انه الدكتور المريض عفوا يكون ملم بكل هاي التفاصيل وانه يكون بالضبط يعني واضحة الامور عنده حتى قبل العلاج لحتى يكون عارف ايش وضعه؟ صحيح، هسا احنا دائما بنحكي للطبيب وبنحكي للمريض خذ وقتك، يعني على اساس انه ياخذ معرفة كاملة عن المرض اللي معاه وطرق اللي هو التوعية لازم تصدر برضو من الطبيب. المريض بشكل عام في أي نعم مرضى مثقفين بتابعوا، لكن برضو هذه المسؤولية تقع على الطبيب، يعني اللي هو لازم يعطيه نصائح توعية اللي هو مثلا تخفيف الوزن، ممارسة الرياضة بشكل عام، هذا أساس فيها، تجنب شغلات معينة اللي هو يسويها المريض، هذا تقع على مسؤولية الطبيب بكل تأكيد. نعم نعم دكتور، حابين احنا نستثمر وجودك معنا خاصة انه انت كمان يومين يعني مغادرنا، فممكن كمان يكون صعب في اللقاء معك مرة اخرى، فحابين شوي نعطي كهنتات او كنصائح لكل الفئات سواء الشابة او حتى الكبيرة، لكن نركز على الشابة لانه كتير عم نسمع بهالايام اللي عمرهم 18 و16 و20 كلهم عم بيعانوا من آلام في الظهر أو سواء في آلام في الرقبة. نعم. فإيش ممكن نوجه لهم جملة من النصائح لهاي الفئة تحديدا؟ أول شيء بدنا نحكي عن بشكل عام عن آلام الظهر والرقبة، هذا صار مرض شائع موديل. يكاد لا يخلو من أي بيت. نعم. ولا من أي فئة عمرية مستثناء، سواء اللي هو أقل من 20 سنة وأكثر يعني. وأكثر سبب إلنا اللي هو نمط الحياة الخامل. نمط الحياة الخامل هسه كلها في سياراتهم، كلها اللي هو الرفاهية الأكثر من اللزوم هي اللي سببت لنا هذا، قلة النشاط، قلة الحركة أدت إلى ضعف عضلات بشكل عام، فبتأدي إلى آلام الرقبة والظهر والمفاصل بشكل عام يعني. الشغلة الثانية اللي هو بنحكي لهم اللي هو طبيعة العمل. نعم. طبيعة العمل هذا أساسي في مشاكل الظهر والرقبة، يعني طبيعة العمل المكتبي، طبيعة العمل اللي هو حمل الأوزان، حمل الهاي بشكل غير صحيح، السواقين التكاسي بشكل عام اللي هو الجلوس فترات طويلة، مشي نهائي ما عندنا، فهذا كل أسباب بتؤدي إلى آلام الظهر والرقبة. طيب دكتور، في حال مثلا يعني كان الشخص خلص يعني صارت الحالة معاه وصابوا هاي الأوجاع كلياتها، وبالتالي شو الخطوة اللي لازم يتخذها؟ نعم، أول سبب وأهم سبب هو تجنب
كل الأشياء العادات السيئة بالضبط، هذا التجنب اللي عارف هو إنه السبب فيها. شغلة ثانية عندنا بنقسم اللي هو آلام الظهر والرقبة لثلاث مراحل. اللي هو المرحلة الأولى أو الحادة اللي هو بتستمر لحد 4 أسابيع. هذا في حالة وصارت هاي الحالة ممكن المريض يستنى ما يراجع فيها أي طب، ممكن اللي هو يستخدم اللي هو الكمادات المسكنات بشكل عام الراحة، وممكن وخاصة إذا كان الألم ما نسبته مثلا 2 من 10 3 من 10 ما بحاجة لمراجعة الطبيب. نعم. لكن إذا كانت الحالة كثير لا لازم يراجع الطبيب. الشغلة الثانية اللي هو الحالات اللي هو بتستمر من 4 إلى 8 أسابيع أو ممكن لحد 12 أسبوع اللي هو الحالات المزمنة، فهذا لازم اللي هو يراجع الطبيب إن نعرف شو السبب. سواء بالفحص السريري، في الأشعة، في المختبرات، في ونوجهه للطريق الصحيح. نعم، لكن ممكن نحكي الـ 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 العاتق الأكبر أو المسؤولية الكبيرة هي بتقع على الشخص نفسه، إنه كيف يعيش حياته بطريقة صحية أو بطريقة سلبية، لأنه في حال إحنا تبعنا كل الأشياء السليمة بالتالي رح نوصل لنتيجة مستقبلية الحمد لله صحية بكامل عافيتنا وبكامل صحتنا. نعم دكتور. صحيح. نعم صحيح دكتور، في مصطلح ما بعرف إذا هو بالعام إحنا بنحكيه طقطقة الظهر. نعم. هلا ما بعرف إذا مصطلح علمي أو طبي، لكن شائع كتير وممكن يلجأوا له البعض اللي بيعانوا من مشاكل في الظهر أو في مشاكل في الرقبة. حابة أعرف أكثر أنا والمشاهدين عنه. هسا طقطقة الظهر أو المفاصل هي خروج اللي هو الغاز داخل من داخل المفصل، فبحس المريض في راحة زي طقطقة الأصابع طقطقة الظهر. بس إنه طقطقة الظهر بشكل عام تتسوى من ناس غير مختصين فهذا خطأ، لأنه ممكن يعني تؤدي إلى مشاكل كبيرة، يعني ممكن تؤدي لكسور في الفقرات القطنية لا سمح الله. نعم. وكثير حالات إجتنا من وراء طب عرب إجا تقل ظهره فجانا بكسور في الفقرات. فهذا لا، تحت إشراف برضو طبي ممكن ينعمل في العلاج الطبيعي يعني بريحه الجسم. نعم، لكن برضو زي ما حكيت لك هي مشكلة العضلات بشكل عام، هي لازم تقويتها تقوية العضلات، ممارسة صحيحة لحياتنا بشكل عام، عدم حمل الأوزان الثقيلة، أو لما بدنا نحمل حتى أوزان عادية طريقة صحيحة اللي هو ثني الركبة، الجلوس وحمل الأغراض يعني. نعم، يعني جملة من النصائح وجملة من التعليمات المهمة اللي اليوم كانت معنا من قبلك دكتور فادي، يعني بالتأكيد كلها مهمة. وأنا بدي أركز مشاهدينا ومتابعينا على جملة النمط الحياة الخامل. نعم. يعني إحنا بنضلنا عايشين حياتنا بخمول بعدم حركة، وإحنا بكونش عنا أي أسباب يعني تمنعنا من الحركة أسباب صحية. نعم، لكن بالنهاية بنوصل لمرحلة إنه إحنا بطلنا نقدر نمشي وبطلنا نقدر نتحرك ولا نمارس حياتنا بشكل طبيعي لأنه صار عندنا أسباب صحية. فبالتالي لا، خلينا في المرحلة الأولى وخلينا أنه إحنا كنا خاملين لكن انتبهنا على حالنا وصار عندنا الوعي الكافي لحتى نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي لحتى ما نوصل للحالات اللي ما درهم وقائي خير من قنطار علاج. نعم. بكل تأكيد دكتور فادي، يعني إحنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما بعرف إذا حابب أنت تضيف معلومة، أو أنا تذكرت صحيح معلومة اللي هي النساء والرجال. نعم. يعني هاي الحالات اللي تفضلنا فيها، هل النساء معرضات أكثر لهالحالات من الرجال ولا كيف؟ نعم، هو مع الأسف يعني النساء بشكل عام معرضات لخمس أضعاف الحالة بالنسبة للرجل. نسبة يعني كبيرة. نعم. ليش؟ أول شيء اللي هو الوزن. أكثر شيء الأوزان عندنا. تزعلوش منا يا ستات، يعني بس يعني الأوزان بشكل عام عند النساء أعلى. الشغلة الثانية قلة الرياضة برضو مش زي الرجل يعني. هسا مجتمعنا احنا شرقي، مرات لما تشوف واحدة ماشية صعبة يعني مش زي الرجل. برضو هي حركتها أقل أغلبها في البيت يعني. الشغلة الثانية اللي هو الحمل. هذا كله حمل زائد على المفاصل وعلى الفقرات، فكلها طبيعة شغل البيت هون. بالضبط، طبيعة يعني شغل البيت يعني ولا إشي بصير بشكل مظبوط يعني. صحيح. فعشان هيك هذا سبب كبير إنه تصير عندنا مشاكل
المفاصل والعظام أكثر شيء في النساء. الشغلة الثانية اللي هو برضو تركيبتها الهرمونية. الهرمونات عندها بتختلف، خاصة لما توصل الوحدة لسن الأمل اللي هو انقطاع الدورة. فهذا بصير عندنا اختلاف في الهرمونات، تغيير في الهرمونات، فبصير عندنا نسبة من الهشاشة أعلى برضو بخمس أضعاف من الرجل في هاي المرحلة. نعم، وبالتالي النساء معرضة، فهي عرضة أكثر من. فبنحكي لهم أول شيء للجميع الرياضة أهم شيء، الوزن يديروا بالهم، وألف سلام إن شاء الله. الله يسلمك دكتور. يعني شكرا جزيلا دكتور فادي داود، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، لوجودك معنا هون، وإحنا كثير انبسطنا على المعلومات القيمة، وإن شاء الله نلقاك في لقاءات أخرى. كل الشكر دكتور. إن شاء الله. يعني مشاهدينا ومستمعينا بنتمنى لكم أكيد دوام الصحة والعافية، وانتبهوا يا مشاهدينا كثير على صحتكم، وكونوا منتبهين وواعيين لكل نمط الحياة اللي إحنا عايشينه. للأسف كل مالنا منتقدم ومنتطور تكنولوجيا، لكن عمالنا بنرجع لورا صحيا. وأيضا الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية، الزميل عماد علي وأيضا الزميلة أنوار الحاج في الهندسة الإذاعية. كل الشكر لكم على متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة وحلقات جديدة من برنامجكم الصحي الذي يطل عليكم في كل يوم خميس أسبوعيا. إلى هنا عوفيتم ودمتم بصحة وعافية، إلى اللقاء. أسلوب حياتك بيحدد صحتك، ولأنه صحتك بتهمنا رح نقدم لكم قضايا ومواضيع صحية لنوصلكم لإجابات شافية بمفاهيم طبية صحيحة.